اولا لما اجي اتكلم على الكابتن ربيع عاوز له سطور كتير او عاوز له حلقات كتير قوي عشان نتكلم على مميزاته كلاعب. من افضل الاظهره اللي جت في تاريخ الكره المصريه دي حقيقه. الظهير اللي طور من واجبات المركز، الظهير اللي خلى المركز ده يبقى فيه هدافين هو كان الكابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين خلقا، كابتن ربيع ياسين اخويا الكبير وقدوتنا دي حقيقه والله. طول عمره كان بيأزرنا وبيناصرنا في كل حاجة، وكان بنتعلم منه أشياء كتير قوي. وعلى الصعيد التدريبي كابتن ربيع ياسين مش واخد حقه تماما. كابتن ربيع ياسين من أفضل المدربين اللي جم في تاريخ مصر دي حقيقة، ولكن ما عندوش المقاومات بتاعة العصر اللي احنا فيه اللي هو انه لازم يكون ملتوي الحاجات دي. كابتن ربيع ياسين مش كده خالص، بالعكس يعني انا بيصعب عليا جدا لما اشوف ان كابتن ربيع ياسين ما مش واخد حقه لما بيتكلموا على مدربين للمنتخب او للانديه. كابتن ربيع ياسين مش متواجد، عمل انجازات كتير قوي حتى مع على صعيد المنتخب بطوله افريقيا، ولكن في الاخر اقول له كابتن ربيع ياسين من افضل واحسن المدربين اللي متواجدين في على الساحه. اما المواقف كتير قوي مع كابتن ربيع ياسين، انا كابتن ربيع ياسين لعبت معاه فتره طويله. كابتن ربيع ياسين طول عمره محترم، طول عمره بيقومنا، طول عمره كان بيعلمنا حاجات وبنتعلم منه حاجات كتير قوي. هتقول ايه لعادل عبد الرحمن؟ عادل طبعا ده اخويا الصغير وكان لعيب طبعا، مدرب كويس. نعم كان مدرب كويس. مدرب طبعا، برضه مش من الناس اللي مش واخد حقه، وناجح في بره انما في مصر هنا دي حقيقه، ملوش اي. لكن عادل جميل جدا وليه موقف معاه. كنا مسافرين ايطاليا، كاس العالم، كاس العالم، وطبعا الكابتن جوهري جابه، وعادل بقى عاوز يشوف نفسه، وكان هو عادل بيلعب في ناحيه الرايت وانا في الليفت. فطبعا في تقسيمات كتيره، يا عادل اهدى شويه، عاوز بقى ايه يتنطط وصغير، ناسي عاوز يثبت نفسه، يثبت نفسه وصغير عافي لسه. يا ابن الله يديك كده شويه يا ابن فرحت اديته بس واحد كوع كده، وقع على الارض. قلت له مش قلت لك عادل؟ عادل الله يهديك عشان تسافر. لا اخويا طبعا هو نجم كبير جدا، وكان لعيب مهم جدا، وما شاء الله نجح، نجح بامتياز يعني مع النادي الاهلي.